لا تحكوا حكي فاضي قدامي، اعملوا اللي بدكم تعملوه او يلا روحوا من وشي. نحن ما عم نمزح بنوب ونال بيك، يا بتعمل يلي عم نقوله أو رح تموت. نزلوا سلاحكم شباب. أخي طوفان، نحن مو هدفنا نقتل الأونال، نحن بس بدنا مسعود يجي لهون. ما في أي حدا رح يجي لهون الياس، نحن إذا اضطرينا منروح لعند مسعود. كأنك ما سمعت يا بهزات، عادوا في شي بدي إلكن إياه. سيد طوفان، ليش جاي بدون ما حدا يحكي معك؟ وليش عم تتدخل بشغلنا؟ عادوا لك، عادوا اسمع. الحكي اللي رح تسمعوه مني هلأ مانو كلامي أبداً. أخواتكن اللي طلبوا مني وهن اللي بعتوني لهون. عم نسمعك أخي. هلأ أخواتكن بيقولولكن من هلأ لحد ما يطلعوا من السجن أي مسألة أو قصة بتخص العيلتين أنتوا ما رح تتدخلوا، وكلفوني هن اثنين من شان هالشي وانا قبلت. هلا اونال بيك انا لهالسبب اجيت لهون. وجود الاصدقاء كاعضاء بالطاوله ما بيعطيهم حق تمثيل اي حدا. لوقت خضر وحشمت ما يطلعوا من السجن بخير، اذا قالوا شي بدون ما اعرف او يخبروني او حتى عملوا اي شي، فأخواتهم ما عندهم أي مشكلة، بيقولوا لك أنهم موافقين على أعدامهم. بكل سرور يا طوفان، أنا فرحت لأنهم اختاروا حدا عقله سليم مثلك. بس من هلأ عم قلك، إذا طلعوا قدامي مرة تانية بمثل هالوقاحة اللي عملوها اليوم، ما رح انتظر اخواتهم يطلعوا من السجن، رح خليك انت تقتلهم شخصيا. طوفان، انت اللي رح تعاقبهم، موافق؟ ايه بابا الاونال بيك، مسؤولية هدول اتنين من هلأ بترجع علي. بس بدي تعرف انه اذا انت حاولت تحاسبهم او تعاقبهم على اللي صار قبل شوي، وقتها رح اخليهم يقتلوك فورا. شو موافق على هالشي؟ مثل ما بدك طوفان. هلا خود هدول الغبيين من قدامي. أخي طوفان، فهمني من وين عرفوا أخواتنا أنه نحن هون حتى بعتوك لعنا؟ الياس، معقول اللي عملتوه؟
اتركوا اخواتكم يستقروا بالسجن وبعدها اوصوا على مين ما بدكم. اللي بدنا نقوص عليه واضح مين. لو انت ما دخلت كان اتصل بمسعود. ايه ايه كان اتصل بس من شان يقتلكم. يلا امشوا. تشربي ماء؟ بما انه اخواتهم بالسجن ما عم اتخيل مين اللي رح يضبط الياس وبهزات بعد هلا. مو هاد اللي كان بدهن اياه يا خديجه؟ استخدامهم للقوه ضد الاخت والام وضربهم هو السبب، ما عم يقدروا يضبطوهن، لهيك هاجموا العيلتين بهالشكل المفاجئ. انا شفت عيونه لبهزات، ما في حدا رح يقدر يوقفهم. بس لازم حدا يقدر يوقفهم، يعني بما انه هذا هدف عدوهم. أمينة خانو، أونال بيك ما بيأثر على الاستخبارات؟ لو ما أثر أونال بيك عليهم، بما أنه هن دخلوا لجوا بالأقنعة كانوا قوصوا على الكل وطلعوا، شكلها رح تصير مساومة. ومن هلأ لوقتها يموت اللي يموت ويضل اللي يضل. ما في حدا بالبيت بده يحكي معك. عدنان، اجيت مشان موضوع مهم. ومن الصبح اجوا زلم خطيبك كمان مشان موضوع مهم. شو في إسراء؟ شو عم تعملي هون؟ اختي رجاءا خليني فوت، في عندي شغلات مهمة بدي اقولكن اياها. تعالي خلينا نسمع اللي عندك. تعالي. شوفي شو عملوا لإنسانة كبيرة بالعمر وكنتي دايماً تقلي لها يا أمي. ست خيرية بغرفتها؟ إيه بغرفتها. إسراء، بكفي اللي صار بهالمرة، قلي لنا قلنا اللي بدك تقولي. أنا أساساً إجيت لهون لأنه ما بدي ست خيرية تزعل أكتر من هيك. أنا لازم أحكي معكم بموضوع كتير مهم. تفضلي فوتي. مرحبا أمور. أهلين إسراء. هلأ قد ما راقبتيني ولاحقتيني وكنتي السبب بكل شي صار معي، أنا مو متضايقة منك أبدا. واضح كلنا عم نسعى ورا يلي منحبه. مظبوط، عم نسعى ورا يلي منحبه. بس ليش يلي بتحبيه ما عم يسعى وراكي وعم يسعى ورانا نحن يا إسراء؟ أنا إجيت لهون لوضح هذا الشي تماما. عاكف ما عم يسعى وراكن، الياس والكل عم يسعوا لحتى يقتلوا عاكف على الفاضي. لو شفتي اللي صار الصبح كنت فهمتي إنه مو على الفاضي. كل حدا هون عم يعيش أمور سيئة بهالفترة. أنا كنت بنفس الوضع مبارح وكنت مفكرة إنه الموضوع عبارة عن غيرة بسيطة، بس هو مو هيك. وكرمال الأيام القديمة قررت شارككم بهالشي.
إسراء، مزاجنا مو رايق بنوب. يلا قولي اللي بدك تقوليه وامشي، لأنه تعبنا وما بدنا نغلط معك أبدا. أختي أمينة، الياس والكل عندن عدو اسمه زكي، مزبوط؟ في عندن. وانتو مو شاكين انه زكي في عنده زلمة زارعه بيناتكن؟ نحن ما عرفنا مين هو، لهالسبب ما عم نشك بحدا. بس أنا بعرف مين هو. صدقوا إذا بدكن أو ما تصدقوا، القرار بإيدكن. مين هو؟ هذا شخص بيكون بيقرب لأمور. عم تحكي عن ابن عمي تحسين؟ لا مو هو. مين هو قريبي لكن؟ ابن أخوكي فرمان. طلعي فيني، ما بدي اسمع حكي فاضي، حملي حالك وروحي. أنا عن جد بلشت عصب منك، لا تخليني أعمل شي مو مناسب. هاد تسجيل صوت. لقيته بتليفون عاكف. هاد هديتي لإلكن. في موضوع مهم قلت لحالي لازم تعرفه. عائلة شاكر بيلي أخدوا يافوز. إيه أنا شو دخلني؟ يقتلو؟ إذا قتلو ما في مشكلة يا فرمان، بس إذا جبروه على الحكي هون بتكون المشكلة، رح يذكر اسمك. هن اللي وين أخدو؟ إسراء، هلأ هي لعبة جديدة لتعملي بيننا خلاف، مزبوط؟ أختي أمينة، إذا بدك فيكي تسألي أمور. ابن أخوكي مو قتل يافوز؟ ولا أنا غلطانة؟ أنا عن جد مدين إلك يا ست سربيل. عن جد كل شي كان مثل ما قلت لي يا سيد عاكف. النسوان بالبيت عم بيحكوا عن موت أو حياة حدا وكأنهم عم يحضروا كعك. ومع هيك هنن ما كشفوا عن وشهم الحقيقي لأنه أنت كنتي موجودة. لا، شفت اللي بدي شوفه. بس هلأ أنت قلي شي، بنتي أنت رح تتخلص من هذا قلب أصلاً؟ هاي أخدتوا خضر على السجن، أنتوا ليش ما أخدتوا قلب أصلاً كمان؟ قلب أصلاً بيكون هو الأخطر بيناتهم، لأنه هو ما بيترك وراء أي أثر بنوب، جزء من شبكة كبيرة. أنا مو قصدي المافيا، شيء أكبر من هيك وأخطر. اعتباراً من اللحظة اللي بتواصل فيها معهم رح يكون ناطرك انت وبنتك مستقبل كتير حلو، لانه وقت قلب اصلان بيكون رح يطلع من حياتكن للابد. طيب وشو يلي لسه بقدر اعمله مشانك؟ كتير شي صعب انا بعرف، بس لازم تخلي بنتك اوزلام تتقرب اكتر من قلب اصلان، ولازم تدعميها بشي، وهيك منكون صرنا قراب من هدفنا.
شو في فارو؟ كان معك حق أخي. عاكف طلع رايح على بيت أوزلام. أوزلام بالبيت؟ لا هي مو بالبيت، لساها قاعدة ببيتكم، وتماما مثل ما أنت قلت هو هالفترة عم يتواصل مع أمه. شو نعمل يا أخي؟ هلأ ما رح نعمل أي شيء، بس رح نستخدم هالوضع لنوصل لعاكف بيوم من الأيام. انتبه انكشف أمر زلمتك من هون لوقتها. لا تقلق ما رح يلفت نظر، بس أزلام عم تضل قاعدة ببيتكم، لهيك لازم نمنع يصير أي كلام قدامه. هذا الموضوع عندي. طيب ماشي. الله يرضى عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هن انتحت هلأ؟ ايه اخي تيبي. رح تجي اختي يا قلب اصلان لانه في عنده شي، جيبه وانزلوا لتحت. خير شوفي. لو بدي اسألها على التليفون كنت سألتها يا قلب اصلان. طيب ماشي تفضل. بدي أقولك لا تبكي، بس إذا ما بكيتي اليوم إمتى رح تبكي؟ كتير صعبة، أصعب شي بالحياة إنه يخونك حدا من عائلتك، عن جد كتير صعبة. يمكن أنت بتعرفي، نحنا كمان عشنا اللي عم تحسي فيه من فترة مانا بعيدة. ست أمينة خلينا نقول إني ما بكيت، وبعد ما زالت تجاوزت هي الخيانة، بهزات شو رح يعمل؟ أخي حشمت كيف رح يتحمل يلي صار؟ ما بعرف بهزات، بس هلأ أنا سمعت إنه أخوكي بعامل ابنه كتير بأسوأ. الإنسان بحس باللي جواته بس ما بيقدر يصدق ابنه، لهيك بيتعامل بأسوأ. أخي حشمت كتير بيحبه لابنه، وسبب معاملته لإله بأسوأ لأنه هو كتير دلله من قبل وقال له هو كتير بيحبه، بس ولا مرة خطر له أنه رح يحوله لإنسان خاين. بالأساس ما بعرف كيف رح نقول لبهزات، يعني كيف رح نقدر نضبطه بعد ما نقله. هلأ أنا خليت أخي يجي على المعرض من شان هيك، أكيد هنن رح يلاقوا طريقة مناسبة. تأكدي رح يلاقوا حل، اطمني ولا تخافي. رؤي الله يسامحك يا فرمان. أخوك اللي عمله هو الصح صدقني. شو يعني اللي عمله هو الصح شاهين آغا؟ وقت اللي كنا رح نقتل أونال إجا أخي طوفان ووقف بوشنا، هو اللي منعنا. أنت عم تحكي هيك ليش؟ ما كان حكيك لحد مبارح أنه لازم يموت أونال؟ شو صار هلأ؟ شو تغير؟ أنا لحد مبارح الياس، ولحتى موت كمان رح أضل أقول نفس هذا الكلام. أونال لازم يموت. إيه بس هلأ أنتوا ليش حتى تموتوا معه؟ ما حدا رح يموت، ما في حدا رح يموت قبل ما أقول أنا. عم قلك لألك كمان تيبي، إذا كان رح يموت حدا فأنا اللي رح أقتله، أو أنا اللي رح أعطي أمر بقتله، تمام؟ هذا الشي بيشمل رأفت كمان؟
حتى لو رجع قتش من قبره هالشي بيشمله كمان. تمام تمام فهمت. أنا ما قدرت أبعت خبر على السجن وما بعرف كيف وضعه لأخي، وما بعرف بأي مهجع حطوه ومين في معه بالمهجع. ما قدرنا ندبر أي شيء. ما فيك تدبر شيء. بالعادة كنت دبر بس هلأ ما عنا وقت. حتى لو كان في وقت عم قلك أنه ما فيك تدبر شيء. التعليمات وصلت، رح يحطوا خضر وحشمات بنفس المهجع مع بعض طول الوقت. بس من جهة تانية هن معزولين، يعني لحالهم، وما رح يكون في حدا معهم بنوب. معقول يكون هيك شي؟ ليش حتى يحطوهم بالمنفردة أو بمكان احتمال ينقتلوا فيه؟ انتو شو بدكم كمان؟ تمام اخي تمام، انا بدي روح لعند امي وشوف شو عم تعمل. اساسا كانت من الصبح قاعدة وعم تبكي. الياس اقعد محلك وما تتحرك، الظاهر انه راح تبكي امك لسه كتير. راح تجي اختي يا الياس، صار في مستجدات ببيتكن، قالت في عندها شي بدها تقلنا اياه. شو صار عن جديد؟ شو الموضوع؟ ما كان بقيان غير هالمكان ما اجيتي عليه. ألف مبروك انك اجيتي لهون كمان. خير شو عم تعملي هون دادا؟ بكفي بقى بهزات، ما اجينا لنسمع حكيك، اجينا لحتى نحكي همنا. عادي هون اختي امينه، وانت عادي هنيك. تفضلوا تفضلوا. من الواضح انه صار شيء سيء عنا بالبيت، ويلي فهمته كانت امور هنيك كمان. هلا خبرونا شو اللي صار ببيتنا لحتى نعرف اذا رح نقدر نتدخل ولا لا. كنا بالبيت، كانت امور هنيك، وفجاه اجت اسراء لعنا. يعني هذا الشيء بينقال هلا اختي امينه؟ أنا كنت قايل لهم من قبل إنه إذا أجت هاي البنت لعنا على البيت لازم يخبروني فورا. خلصنا هلا، إذا أجت بتكون أجت. نحن اللي قوصنا على عاكف وهي جاية حتى تتوسل إنه ما نقوص أكتر، بس هيك. أنتوا ليش عم تنقلوا المواضيع النسوانية لعنا لهون؟ أنا ما عم بفهم عليكم. ما له موضوع نسواني يا بهزات. هاي البنت قدرت تعرف مين اللي استخدمه زكي من جواتنا. اجت لتقول هاجمتونا وانتو ما بتعرفوا مين هو هذا الشخص اللي جواتكن. هي من وين قدرت تعرف مين اللي جواتنا اختي؟ لك مين هو يا اختي؟ مين؟ خبرونا بقى. شخص مننا. شو يعني شخص مننا أمور؟ شخص من عائلتنا بهزات. يعني على الأقل بما أنه أخي بالسجن هلأ، فأنا المفروض روح وأوس على تحسين. تخلصوا أنتوا ومنخلص نحنا. طبعاً إذا بتسمح لي بهالشي أخي. إذا كنا متأكدين من خيانته بقلك تمام، بس عمهل شوي لسه.
يمكن عم يحاولوا يخدعونا. لا ما عم يخدعونا، سمعنا التسجيل الصوتي. عم يلعبوا بالتسجيلات يا أختي، ما رح نصدق كل تسجيل. للأسف مستحيل ما تصدق هذا التسجيل الصوتي. يعني رح تقولي مين هو ولا شو؟ فرمان. مين أمور؟ ابن أخونا فرمان. انت شو عم تعلكي؟ رح نصدق هاي السخافة هلأ؟ بيقول زكي لفرمان بالتسجيل وقت يكون يفوز بإيد الياس بتروح وبتقتله، وإلا رح يقول اسمك ويكشف أمرك للكل. زكي، من فترة ما خطفوا لفرمان؟ يعني كيف رح يكون زلمته؟ هذا الخطف كمان خطة يا أخي. لسه فرمان موجود بالمزرعة؟ ايه لساته بالمزرعة جنب جماعتنا. إذا بتسمحوا لي هلأ أنا لازم روح بسرعة حتى أخذ فرمان من هنيك، لأنه بالنهاية المسألة اللي نحكى فيها هلأ بتخص عائلتنا. إيه بس هاي ما أنا مسألتكم العائلية. إذا كان هالولد متورط بهالعلاقات اللي مثل هاي، هذا الشي بيعني إنه له علاقة بكل كوارثنا بالفترة الأخيرة. بهزات اختي أمينة، انت عندك تجارب كتير وسمعتي هذا التسجيل وشفتي ردة فعل إسراء، شو رأيك انت؟ في عندهم كتير تسجيلات شاهين أغا، مع الأسف. مظبوط، هالولد لسه صغير وجاهل كمان، لازم ما نفقد أعصابنا لحتى ما نعمل شي غلط معه. تشرحي لنا شو يعني ما نفقد أعصابنا؟ لك ابن أخونا طلع خاين، شو نساوي؟ نقعد نعمل يوغا؟ هاد اللي عم تقله ابن أخي، في عنده أب كمان يا بهزات، وهو ضل جنبك طول هالسنين لحتى صرت كبير. بالرغم من الأخطاء اللي حضرتك ارتكبتها، بس أنا ما ارتكبت هيك خطأ، لا بحق أخي ولا بحق رفقاته. لأخي شوفوا، نحنا ما عنا شي لنحكي بهذا الموضوع وخاصة هون. يلا أمور. دقيقة بهزات، بس لحظة. مثل ما قال شاهين آغا كمان، هلأ هي مانا مسألة بعيلتكم بس، تمام؟ إذا في شي لازم ينعمل رح نعمله، بس هذا القرار مو لإلك. شو عم تقول يا الياس؟ قلب أصلان ابن أخوك، لو عمل شي مثل هاد كنت رح تقول بدي أسأله لأخي؟ لو كنت أنا عمي ما كان في داعي يسأل، لأنه ما في عندي أب. عمي من أنا وصغير كان يعاملني مثل أبي. بس لو كان خضر علي كان لازم يسأل أبوه، يعني عمي خضر. كلام قلب أصلاً مزبوط شاهين أغا. إذا أنت
لسه في عندك شيء صديق بالسجن أو موظف، فلازم تحكي لنا معه لحتى نفوت لهنيك. نحن لازم نشوف خضر وحشمة اليوم. ايه طبعا بالمسائل العائلية هنن بيسمحوا نشوفهم، بس رح يصير دم وأكيد رح تقوم الحرب كمان. رح أطلب الإذن بالسر، برأيي هيك أحسن. حشمة الأكل صار حد شوي، أنت بتحب الحد شي؟ لشوف قديش حد. حاجة هيك حد، لا بقى تزيدها. لك عن جد حشمة الصحن كتير نظيف، ليش لحتى تغسله كل شوي وتتوتر هيك؟ عندي وسواس بهي الشغلة خضر. عندك وسواس بشي تاني؟ يعني لازم عدلك أمراضي كلها؟ بكل أحوال عنا وقت، بتلحق تشرح لي. ما عندي أمراض لدرجة نحكي فيها سنة، عندي شوية هوس وفي شوية دقة بالنظافة. وشو قصدك بشوية؟ يعني لازم يكون كل شي بمكانه أو كل شي يمشي بنظام. شوف هذا مرض كتير سيء، بيكون في نظام دائما بس ما بيبقى كل شي بمكانه. هات صحنك. هات يلا بلش، رح خلصك من هذا المرض لبين ما نحن نطلع من هون. وشو الوقت اللي عم نحكي عنه؟ بدك شوية وقت وبتتعافى. ما راح من 30 سنة، حسوب من هداك الوقت. دكتورك مو منيح. شيلك من هالحكي، نظام اطبخ بنفسك وكل بنفسك بس أول يوم أو رح يضل على طول يا خضر. مسعود هلأ عم يربينا حسب تفكيره، لهيك ما رح يعطونا أي حدا حتى يخدمنا. خضر خلينا نحكي سلف، أنا ما بطبخ، الجلي بيكون علي، كمان مسح وتنظيف المكان أنا اللي رح حلهم. كل واحد فينا رح يغسل تيابه، بضل عمل الشاي والقهوة هدول للي بيكون واقف. برأيي هذا الحكي عادل. بدي أقول شي. لو جماعتنا عملوا شي كنا سمعنا، صح مو هيك؟ لو صار أي شي لأونال ومسعود ما كان من نصيبنا نقعد ونتعشى مع بعضنا. كلامك مزبوط. اسمعوني، في عالم ناطرتكن أنتو الاثنين بغرفة السيد المدير. ايه نسأله عن السبب. وشو السبب؟ بما أنه نادولكم بهالوقت فأكيد القصة مو خير. شكرا حضرة المدير، لو ما كانت المسألة عائلية ومهمة كتير نحنا
ما كنا منزعجك ابدا بوضع صعب مثل هاد. شاهين اغا، صدقني بكل السنين اللي مرت ما حدا فينا نزعج منك. نعرف منيح اذا كنت عم تطلب شيء فبيكون مشان الخير. شكرا لك. بسيطه، انا رح خليكن معهم على انفراد 5 دقائق يعني حتى تحكوا براحتكم. شكرا حضره المدير. تفضلوا ارتاحوا. قال لي هلا قبل ما يجوا خضر وحشمت لهون، شو رح تعمل؟ نحن رح نعمل مثل ما بيقولوا لنا يا طوفان. لو في شي حدا اجى قال لي أورهان اللي عمل هالشي فيني وكنت بمكان مثل هاد، ما بعرف شو كنت بعمل. فكرت بهالشي كتير وأنا جاي بالسيارة. للأسف نحن منفكر بكل شي، بس وقت يكون في حب جواته للموضوع بيختل الميزان كمان. يعني مثل هالقصة تماما، بالطرف الأول بيكون في الأشخاص اللي كبرتهن على كفوف الراحة، أولادك، وبالطرف الثاني بيكون في قيمك أنت اللي بتحارب مشانها. شو مين مات؟ ما حدا مات لسه يا خضر. منيح، هيك منيح. بما أنه ناديتولنا اتنيناتنا بهاي الساعة فالموضوع بيتعلق بالياس وبهزات. طوفان، شو صار؟ هني ما عم يقبلوا وكالتك؟ لا، هن الاثنين قبلوا باللي قلتوه، بس مالنا جايين من شانهم. على كل حال هلا اقعدوا تفضل. يلا احكوا بقى. نحن كنا طول هذا الوقت عم ندور لحتى نعرف زكي مع مين كان عم بيحكي. بالنهاية عرفنا. كتير منيح إذا عملتوا اللازم، ليش تعبتوا حالكم بالجاي لهو؟ إيه بس ما في أي شيء ممكن إنه نعمله بدون ما ناخد استشارتكم، وخاصة أنت يا حشمت. هذا تحسين؟ مع الأسف لا. ابنك يا حشمت ابنك فرمان. انت شو عم تقول يا طوفان؟ سمعنا التسجيلات الصوتية وعرفنا كل الناس اللي تواصل معهم، عرفنا كل شيء. واضح بأنه زكي خدع فرمان. ليش؟ يمكن يكون في غلط. ليش لحتى يعمل هيك شيء لعيلتنا وعيلته؟ أكيد لعبوا عليه. بس بالوقت الحالي ما عنا أي جواب لسؤالك يا خضر. مين بيعرف كمان؟ اللي بيعرفوا أهله لخضر وأخواتك الاثنين كمان. تيبي كمان بيعرف. إيه يا حشمت، شو بتحب نعمل بهيك وضع؟
إما مننبعته لشي مكان أو نحن منعاقبه أو منحط حدا ليضل فوق راسه. حطه حجر قبر فوق راسه.